اهو النورمال برايم ريدنج اللي عندنا. ايه الفورمز بقى؟ بص يا جماعه ايه الفورمز عندنا بقى؟ بص يا كابتن الدوره ليها الاتي. بص كده يا شباب بص يا جماعه عندنا دلوقتي الدوره ديت ليها كاركتر. بص بقى ليها كاركتر بقى السايكل ليها كاركتر. أول حاجة من أول يوم نزول الدم لأول يوم نزول الدم الدورة اللي بعدها دي اسمها سايكل. يبقى خلي بالكم يا جماعة من أول يوم الدم لأول يوم الدم الدورة اللي بعدها اسمها سايكل. سايكل أول يوم لأول يوم اسمها سايكل. عدد الأيام عدد أيام الدورة اسمها ديوريشن. كمية الدم اسمها أماونت. معايا عشان أعرف بقى إيه الأبنورمال فورمز اسمها إيه الأبنورمال فورمز جدا. معايا يبقى أنا عندي هنا كده سايكل ليها كاركترز. إيه بقى الكاركترز بقى الكاركترز؟ من اول يوم لاول يوم اسمها سايكل. عدد الايام الدم اسمها ديوريشن والكميه اسمها اماونت. نورمالي السايكل من 3 الى 5 اسابيع نورمالي كده. الديوريشن من 3 الى 5 ايام. الاماونت من 30 الى 50 مللي. فوت بقى اقل من 80 مللي وهنا اقل من 8 ايام يعني اخرنا 7 ايام. واخدين بالكم؟ تاني يا شباب يبقى انا عندي هنا السايكل نورمال بقى ده النورمال فورمز كده. من اول يوم نزول الدم لاول يوم نزول الدم الدوره اللي بعدها اسمها سايكل 3 تو 5 ويكس. سايكل بتجي لها كل 3 5 اسابيع. معايا من 3 اسابيع ل 5 اسابيع من 21 يوم لغايه 35 يوم. عدد ايام الدم اسمها ديوريشن تبقى اقل من 8 ايام. كميه الدوره 30 ل 50 مللي. معايا اقل من 80 مللي ده النورمال سايكل. طب اول حاجه عندنا اول ابنورماليتي لو السايكل بتيجي ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. معايا دكاتره دي بنسميها ايه بقى؟ يعني لو كان يا دكاتره السايكل دي اقل من 3 اسابيع بقى ما اسمهاش دوره شهريه بقى اسمها دوره نصف شهريه. بيجي لها في شهر مرتين. دي بنسميها ايه بقى؟ بنسميها بولي مينوريا. يعني ايه بولي مينوريا؟ يعني بولي يعني ايه؟ كريزي نمبر. ومينو يعني ايه؟ شهري. وريا يعني ايه؟ فلو. يعني يا دكاتره بولي مينوريا معناها انكريز نمبر اوف مانثلي فلو. يعني بيجي لها الدوره في الشهر ايه؟ مرتين. اسمها بولي مينوريا. بولي مينوريا يعني معناها الشهر بيبقى فيه دورتين مش دوره واحده. طب لو الاماونت زادت او الديوريشن زاد او الاثنين زادوا بنسميها مينوراجيا. يعني ايه مينوراجيا؟ يعني مينو معناها ايه؟ شهري. تمام. وار ار اتش معناها فلو وجيا يعني انكريز. فمينوراجيا معناها انكريزد مانثلي فلو. انكريزد مانثلي فلو يا اما في الديوريشن او الاماونت او الاثنين. مينوراجيا بولي مينوريا مختلفه. دورة عادية جدا تيجي ورا بعض. دورة عادية بتيجي ورا بعض. يعني زي كده مثلا اقول لكم كده زي ايه مثلا؟ زي الدكاترة في اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي. اللي هو البوليميريا يعني تاخد محاضرة ساعتين بس ايه في كل يوم كل يوم كل يوم. خلاص؟ طيب اللي هو المينوراجيا تاخد المحاضرة ايه؟ ست ساعات بس ايه كل يوم او يوم لا زي احنا شغالين. طب احنا بقى شغالين دلوقتي ايه بقى؟ بوليمينوراجيا اللي هي ايه بقى دكاترة؟ تاخد لكل يوم محاضرة ست ساعات. ده اسمه بوليمينوراجيا. واخدين بالكم؟ كل يوم محاضرة بس كبيرة أوي. ده البوليمينوراجيا. البوليمينوريا تو فريكونت سايكل بس كل سايكل طبيعية. مينوراجيا في وقتها عادي تجي لها في المرة كل شهر مرة واحدة بس دورة تقيلة أوي يا إما في الأماونت أو الديوريشن أو بوث. إنما جالها الدورة في الشهر مرتين وكل شهر كمان يا دكاترة تيجي الدورة غزيرة جدا ده بنسميها بوليمينوراجيا. بوليمينوريا تو فريكونت نورمال سايكل. مينوراجيا اكسسيف سايكل. بوليمينوراجيا تو فريكوينت اكسسيف سايكل. في بقى حاجه غريبه قوي اسمها ميتوراجيا بقى. ده اسم غريب قوي يا جماعه الميتوراجيا ده بقى. ميتوراجيا ده اسم غريب قوي. يعني ايه ميتوراجيا؟ يعني ميتوراجيا يعني ايه بقى؟ فين اولا مينو؟ حد ملاحظ ما فيش مينو خالص؟ يعني دي علاقه ملهاش علاقه بالدوره. ملهاش علاقه بالشهر. امال ايه؟ ده بين الدورات. مش كده اسمها مترو. يعني ايه سايكليك؟ يعني ما فيش مينو. ايه سايكليك بليدنج؟ وار ار اتش يعني فلو وجي يعني انكريزد. امال يعني ايه مترو بقى يا دكتور محمد دي بقى؟ يعني هنا انكريز فلو
ومترو يعني يوترس. كلمة متروس in Latin means uterus. معايا يا دكاترة؟ يعني ده هنا increase الفلو بسبب الرحم، الرحم ده اللي عمل مشكلة. يعني increase الفلو بسبب اليوترس، فبنسميها متروراجيا. يعني ده خلي بالكم لما اسمع كلمة متروراجيا الدم بين الدورات معايا يبقى اعرف ان هنا غالبا عندي ايه؟ لوكال كوز، يا فايبرويد، يا اندميتريال هايبليزيا، يا كارسينوما، عندك قنبلة موقوتة في هذا اليوترس. يا مرة تانية يا شباب، الميتوراجيا عبارة عن كلمتين. لما يجي لك يقول لك ديفاين ميتوراجيا، عبارة عن اسايكليك بليدنج. اسايكليك ليس علاقة بالدورات، ديو تو غالبا لوكال كوز. اسايكليك بليدنج ديو تو لوكال كوز. طب تمام، تعالى بقى دكاتره نخش بقى على الديسفانكشنال يوتراين بليدنج. طبعا الجنرال واللوكال كلام فارغ، نخش على الديسفانكشنال بقى، ده مهم. ده اهم نوع فيهم كلهم. عبارة عن ايه؟ عندي مشكلة في الاكسس. اللي فات كان مشكله في الاكسس عمل امينوريا، النهارده بقى هيعمل بليدنج. تعال بص ازاي بقى. بص لك ادي عندي هنا الهايبوثالاموس، وادي البيتوتري جلاند، وادي الاوفري، تمام، وادي اليوترس. اليوترس ده تمام ليه نوعين من الاندوميتريوم. اليوترس ده في حاجه اسمها بروليفريتيف وحاجه اسمها سكريتوري. ده اندر افكت اوف مين؟ اوف الفوليك بتكبر بتطلع ايستروجين. بقى بتربش تكون مين؟ كوربس لوتيوم اللي بيطلع مين؟ بروجسترون. تمام، يبقى انا عندي دكاتره يطلع هنا الجين ريتش، جين ريتش اهو. جين بيشتغل على مين؟ على اف اس اتش و ال اتش. بيشتغل على الاوفري فوليكل ثم مين؟ ثم كوربس. وده بيطلع مين؟ ده بيطلع مين؟ بروجسترون. هو الكلام ده يا جماعه صعب ولا سهل بجد يعني؟ اه مالكم يا جماعه بتصحصح معايا كده؟ ولا عشان انا حاسس ان هو بقى سهل جدا بالنسبه لكم ولا ايه؟ اه والله يعني من كتر ما كررناه كتير جدا فانا حاسس. طيب ماشي، بص يا شباب انا عندي هنا الاكس شغال كده. تعال نبص بقى ايه اللخبطه ممكن تحصل، لخبطه هرمونات اللي ممكن تحصل تعمل بليدنج، اللي بنسميه ديسفانكشنال يوتراين بليدنج. ايه اللخبطه بقى؟ يا اما لخبطه يا دكاتره، يا اما لخبطه على مستوى الاكسس دوت. يعني عندي مشكله في الاكسس، اكسس تاني عندي فيه مشكله اهو. يا مشكله في مين بقى يا دكاتره؟ بص بقى ايه اللي بيحدد الدم دوت؟ الدم ده اللي بيحدده عندي هنا في ميزان حساس، تمام كده؟ ايوه برافو تمام. هذا الميزان ده بيعمل لي البالانس اوف ذا مينستر فلو، كميه دم قد ايه. عندي هنا في فازو دايليتور بروستاجلاندين، وعندي فازو كونستريكتور بروستاجلاندين. موجوده فين؟ موجوده في الاندوميتريوم. لو الدايليتور زاد الدم زاد، لو الكونستريكتور زاد الدم قل، فعندي بالانس في الاثنين. ده اللي بيحدد كميه الدم. والفيميل عندها كميه دم معقوله، لا قليله ولا كتيره، طالما هذا البالانس از مينتيند، صح كده؟ طب ايه بقى الديسفانكشن عباره عن ايه؟ ديسفانكشنال بليدنج عباره عن لخبطه، لخبطه يا دكاتره في الاكسس او لوكال بروستاجلاندين في اليوترس. بس الشرط المهم جدا مش تقولي ديسفانكشنال بجد، عشان ما ينفعش تقولي ديسفانكشنال وعندك فايبرويد، ولا ينفع تقولي ديسفانكشنال وعندك اندوميتريال كارسينوما. تمام؟ لا، اذا وجد الماء بطل التيمم. ده التيمم بقى. يعني ايه يا دكاتره اقول عليه ديسفانكشنال امتى؟ ان ذا ابسنس اوف جنرال، فاش عندها ليفر ديزيز تقول عليها ديسفانكشنال، اور لوكال كوز، لا عندي جيرو عندي ايه ولا عندي لوكال. يعني ده عباره عن ابنورمال يوتراين بليدنج ديو تو ابنورمال اكسس اور ابنورمال بروستاجلاندنز ان ذا ابسنس اوف جنرال اور لوكال كوز. يعني معنى كده يا دكاتره ان الدياجنوزيس اوف ديسفانكشنال بليدنج از جاست باي اكسكلوجن. يعني ايه؟ يعني لما تجي لي عيانه عايز اعرف ان عندها ديسفانكشنال بليدنج هعمل لها ايه؟ كل الجنرال انفستيجيشن. مين يقول لي امثله زي ايه مثلا؟ ليفر فانكشن ورينال فانكشن وثيرويد فانكشن تيست، صح؟ وبي تي وبي تي تي. مين الموست كومن؟ كواجيوليشن ديفكت بيعمل بليدنج. مين الموست كومن؟ فونفل براند ديزيز، هايلين والله. تمام، ممكن اي تي بي برضه، صح؟ ومثلا برضه اللوكال. مين يقول لي امثله على اللوكال ايه برضه انفستيجيشن زي مين؟ زي ايه يا دكاتره؟ زي الترا ساوند. تمام، هيستروسكوب معايا يا دكاتره، باب سمير، دي اند سي. لو كنت نورمال ساعتها باي اكسكلوجن ات از ديس فانكشنال بي. ايه الاسباب بقى؟ بصوا يا جماعه الاسباب ايه؟ اول حاجه، اول نوع يا دكاتره، بس النوع ده على فكره بنسميه اوفيلر. يعني ايه اوفيلر؟ يعني ايه؟ يعني هنا يا دكاتره هذا بليدنج دوت مايلد بليدنج، مش هيعمل اي انتربشن للاوفيليشن. هيحصل بليدنج شرط ان عندي اوفيليشن. بصوا ازاي بقى؟ ايه رايكم يا دكاتره لو ان طبيعه هذه الفيميل، طبيعه جسمها، ان هذه الفوليكلز بتنشط بسرعه جدا. يعني المفروض ده بيعيش اسبوعين، كوربس اسبوعين رسمي.
والفوليكلز قد ايه؟ اخرها اقل حاجه ايه؟ مين جدع يقول لي؟ اقل حاجه تعيش فوليكل قد ايه؟ اسبوع جدع، ما هو اقل حاجه 3 اسابيع، يبقى ده اقل حاجه اسبوع 1 ويك. ايه رايكم يا جماعه لو هذه الفوليكلز ديت مثلا عاشت او نمت مع، وطبيعي في بعض الفيميلز كده في 3 ايام، ينفع يا دكتور؟ ينفع. او 4 ايام او 5 ايام، اجمع لي كده 4 و14 كام؟ 18، يبقى اقل من 21 يوم. يعني لو انت حسبتها كده 18 يوم، يعني لو جت لها اول الدوره جالها نص دوره، نص اللي اول الشهر جالها في قبل ما يخلص الشهر يجي لها مره ثانيه، على يوم 20 يجي لها مره ثانيه، صح ولا مش صح؟ يعني دي بنسميها ايه بقى؟ بولي مينوري، يبقى يجي لها في الشهر ايه؟ مرتين. ما ده في ناس بيجي لها في الشهر 3 مرات، في الشهر 3 مرات كمان. لو عندها تو رابيد ماتوريشن اوف ذا فوليك، بنسميها دكاتره فانكشنال بوليمينوريا. فانكشنال بوليمينوريا يعني ايه؟ فانكشنال بوليمينوريا عباره عن ايه؟ زياده في او رابيد ماتوريشن اوف ذا فوليكل، عندها فيري رابيد ماتوريشن اوف ذا فوليكلز، فده بيسرع الدوره جدا. الحاجه الثانيه ايه؟ الثاني سبب ثاني يا جماعه، مين يقول لي هنا كمان؟ في البروستاجلاندين بقى، طبيعه جسمها عندها ايه زياده دي؟ ليه مين دي؟ فازو دايليتور بروستاجلاندين. طب سؤال يا جماعه، اللي عندها زياده في الفازو دايليتور بروستاجلاندين، هذه الفيميل هتستفيد جدا من ايه؟ من انتي بروستاجلاندين. برافو عليك، صح. ممكن اديها، انا ده عالي قوي، فممكن اديها انتي بروستاجلاندين، اديها نان سعيد. يبقى ممكن ضمن علاجات بعد شويه هقول لك ان ممكن ادي العيانه نان سعيد. ده مين دولت؟ اللي عندهم ايه؟ عندهم فانكشنال مينوراجيا، اللي عندهم زياده في الفازو دايليتو بروستاجلاندين، بعد شويه هقول لك عليها، بيتعالجوا بالنان سعيد. فانكشنال مينوراجيا. جميل جميل جميل. طب بص يا دكاتره بقى، تعالى بقى، احنا سيبنا من الفوليكلز خلاص والبروستاجلاند، نخش على مين؟ على الكوربس دوت. بيعيش قد ايه يا دكاتره؟ اسبوعين، ثم ينهار انهيار تام 100%، فيقل البروجسترون بسرعه، فتنزل الدوره 3 4 ايام وانتهى الموضوع على كده. ساعات بيحصل عادة كوربس لوتية من دكاترة موت جزئي مبكر، يعني 20% ماتوا بدري شوية و 80% ماتوا في ميعادهم. لما 20% ماتوا بدري سنة، والبروجستين يبدأ يقل سنة قبل ميعاد الدورة، يقل البروجستين، تبدأ بقى الفيميل تبدأ ايه؟ تندع تناديع كده بسيطة قوي، بنسميها بري منسترول سبوتنج، أو بنسميها لوتية الفيز ديفكت، أو بنسميها كوربس لوتية انسفشنسي. ده عباره عن موت جزئي مبكر للكوربس لوتيم، بنسميها بري منسترول سبوتنج. تمام، موت جزئي مبكر للكوربس لوتيم، مات بدري سنه عن ميعاده، فبروجستيرون قل سنه بدري عن ميعاده، بدات تندع اندوميتريوم بدري عن ميعادها. تيجي عند دكتور محمد انا مستغربه قوي الشهر ده، ايه اللي حصل؟ دكتور انا بندع كده 3 4 ايام قبل ميعاد الدوره، بتيجي الدوره زي ما متعوده بالظبط. ده بنسميها كوربس لوتيم انسفشنسي. طب لو العكس بقى يا شباب، دكتور انا بلاقي الدوره يا دكتور محمد بتخلص وانا متعود 4 ايام، واقعد بقى كده خلاص بتطهر بقى وخلاص وكده، ويبقى في بقى اصلي وعلاقه بيني وبين جوزي عادي جدا وكل حاجه، لقيت بقى كده دكتور بعد 4 5 ايام برضو بندع افرازات لونها بني كده، ايه الموضوع؟ ده عندها كوربس. دي مشكله، عارفين كوربس ايه؟ زي الحديد، يعني ده مش عايز يموت. يعني مش عايز يموت، يعني ده بنسميه موت جزئي متاخر. يعني ايه؟ يعني 80% ماتوا في ميعادهم و20% مكملين شويه، بيموتوا بعد شويه، فيطولوا الدم اكتر من الدم، ودي بنسميها بوست. الله حلو، منسترول سبوتنج. يبقى خدت لك يا جماعه ان اخر اثنين دولت عباره عن موت جزئي مبكر وموت جزئي متاخر للكوربس لوتيم، فاهمين؟ اخر حاجه بقى عندنا بقى اسمها هلبان، الغلبان ديزيز. لازم اقول هلبان دلوقتي النهارده، وهو النهارده اقوله مرتين هلبان، عشان ده جزء مين؟ جزء مين يا دكاتره؟ هلبان ده حلاوه روح، صح ولا مش صح؟ جزء اشهر ايه؟ مغنيه في تل ابيب. تل ابيب ايه؟ انا خلطت اجرمان مع هلبان مع حلاوه روح، لخبطنا بقى. بص يا دكاتره، خلي بالكم بقى، هلبان غلبان ده ولا غلبان وانيل هلبان ده؟ هلبان ده قال لك ايه بقى؟ هلبان ده قال لك ايه بقى؟ بص يا جماعه قال لي ايه بقى؟ هلبان ده قال لك والله حلاوه الكلام حلو، ان ممكن الكوربس ده ما يموتش، بيحصل ساعات ويكمل معانا. طب لما يكمل الشهر يعدي بقى مثلا كمان شهر ما حصلش دوره، عايز تحس ان هي ايه؟ حامل، بس يقعد يكبر يكبر يكبر، بس على فكره بيكبر وبينفجر وبيعمل اكيوت ابدومين، يعمل لها وجع على وان سايد وتنزل لها بليدنج بقى عشان مات، فالدوره نزلت بقى كميه دم قليله. ايه الدكاتره اللي احنا خدناها قبل كده بيعمل هذا الترتيب، هذا الكاسكيت، امينوريا. طبعا دكتور ابي فتح لو شاف دلوقتي اتخانق معايا رسمي. ليه؟ يقول لي امينوريا ازاي؟ ده دوره، ما اسمهاش امينوريا، اسمها ايه؟ ميز دي بيريود، صح؟ يعني ما امتى اقول امينوريا؟ لما تعدي قد ايه؟ 3 سايكلز
لو ده regular او 6 months ده irregular. فلو missed period plus missed period plus يا شباب severe pain على one side plus mild bleeding. بص يا جماعه سيفير بين ما عشان ده هينفعنا الكلام ده بكره. ليه؟ اقول لك بكره اللي كده بقى بين هو اكتر حاجه جامده في الاكتوب بريجننسي والبليدنج قليل، واخدين بالكم؟ فمايلد بليدنج الاكتوبيك الهول مارك بتاعه سيفير بين. البين اهم سيمتوم، وده سؤال ام اس كيو خلي بالكم. بس احنا كده مش ام اس كيو، ما يهمنيش بقى ام اس كيو دلوقتي، انا باخدها في الترم الثاني معايا. فخلي بالكم يا شباب، خلي بالكم اللي يعمل الدكاتره ميز دي بيريود مع سيفير ابدومينال بين ثم مايلد بليدنج ده اللي بنسميه اكتوبيك. فليه ديفرنشال دياجنوز هو اكتوبيك؟ بس طبعا الفرق بين الاثنين واضح لو عملنا ايه؟ برجننس تيست هنلاقي طبعا ده سلبي لان ده مش حامل. تعالى ناخد بقى دكاتره الانوفيلر. هنا بقى قمه اللخبطه، قمه اللخبطه يا شباب. الانوفيلر ده قمه اللخبطه، لخبطه يا دكاتره غير طبيعيه، غير طبيعيه، لخبطه جامده جدا. الانوفيلر ده حتى لو مفيش اوفيليشن. طب انا عايز حد جدع يقول لي الانوفيلر ده يا دكاتره لو مفيش اوفيليشن عندها تشيك من ايه غالبا؟ انفرتيليتي. طب مين يقول لي بقى علاج معايا يضرب عصفورين بحجر واحد، يضرب يعالج البليدنج ويظبط الاوفيليشن؟ ممكن اديها العانه ديت، اديها اندكشن اوف اوفيليشن اللي هو الدرس الجاي ان شاء الله بكره المره الجايه باذن الله معايا دكاتره اللي هو ايه انفرتيليتي، بديها اندكشن اوف اوفيليشن، اوعى تنساه. فهنا خلي بالكم يا شباب، خلي بالكم هذه الفيميل زي كده حاله البي سي او. العيانه دي عندها البي سي او دي يا دكاتره عندها استروجين عالي باستمرار، استروجين عالي باستمرار، بيبقى عندها شورت بيريود اوف امينوريا فولود باي برولونجد ها بيلس بليدنج. برافو عليكم. او انا دكاتره ليه عندها بي سي او عندها دي كونديشن؟ عارفين بنسميها ايه اساسا؟ بنسمي القصه دي على فكره بنسميها مترو باثيا هيموراجيكا. يعني ايه مترو باثيا هيموراجيكا؟ بص يا جماعه، مترو يعني رحم، وباثيا يعني باثولوجي، يعني ده باثولوجي في الرحم عامل هيموراجيكا عامل بليدنج، يبقى ده باثولوجي في الرحم عامل بليدنج. يعني ده كاتره هنا بص بقى مترو باثيا هيموراجيكا عباره عن ايه؟ باثولوجي في الرحم عامل بليدنج، ده عباره عن بليدنج فروم هايبر بلاستيك اندوميتريوم باي ذا افكت اوف ان اوبوزد استروجين. عندي دكاتره استروجين ان اوبوزد شغال لوحده، فعامل هاي بليزر انميتر متخنها جدا لما تنزل دوره. تنزل دوره ايه؟ دوره تقيله. ميتروات هيموراجيك عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن ان اوبوزد استروجين عامل اندميتريال هايبر بليزيا، فبيعمل بليدنج جامد بقى لما تنزل. زي واحد كده عنده كده مبنى دور واحد من هده، يبقى الهدم حاجه بسيطه. مبنى دكاتره ناطحه سحاب نهدها نلاقي بقى بليدنج، نلاقي الهدم جامد جدا. فهو القصه كده ان هذه الفيميل عندها اندوميتريال تخين جدا، اندوميتريال بروفيشا عنيف. ليه بقى؟ عشان استروجين كتير وان اوبوزد عندها هايبرليزيا، يبقى الهدم يبقى ايه؟ يبقى كتير، يبقى برولونجد، برولونجد اللي بنسميها متروباس هيموراجيكا. طب السؤال بقى دكاتره ليه بينلس ليه؟ لا دي سهله قوي. ليه بقى؟ عشان خاطر ايه؟ برافو عليك، عشان خاطر انوفيلر، انوفيلر ده من اسمه. طب انتوا عارفين يا دكاتره الاوفيليشن بيعمل ايه؟ بصوا يا جماعه، بصوا الرسمه دي كده، ان هنا بيطلع الجينر اتش واف اس اتش ويطلع ايست ويطلع بروجسترون ويحول سكريت برولاكتيف الى سكريتوري من البروجسترون. لما ده بيموت بيطلع منه بروستاجلاندين اف 2 الفا ويعمل الفيميل المغص الشهير جدا. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ هذه الفيميل ما عندهاش اوفيليشن فما عندهاش بروستاجلاندين، ما عندهاش اوفيليشن فما عندهاش دكاتره بروستاجلاندين اف 2 الفا، صح؟ يبقى ما عندهاش بين. يعني هذا بليدنج بينلس ليه يا دكاتره؟ هذا بليدنج از بينلس للخاطر الاتي، ان هذا بليدنج مفيش اف 2 الفا لان مفيش سكريتوري، لان مفيش بروجسترون، لان مفيش كوربس، لان مفيش اوفيليشن، فهو انوفيلر. انوفيلر يبقى بينلس. طب السؤال بقى ليه شورت بيريود اوف امينوريا؟ بتاع الدكتور هيبقى فتاح بقى، لان احنا عشان نقول امينوريا 6 شهور غالبا العيانه دي بيجي لها الدوره كل شهر ونص 3 شهور معايا، فهي عندها اكشوالي مش امينوريا، ولكن اكشوالي بنسميها اوليجو مينوريا، فبسميها شورت بيريود في امينوريا. يعني انا شفت عينين نوادر ان يجي لها الدوره في السنه كلها مرتين مثلا، نوادر معايا امينوريا حق ربنا، او في السنه كلها مره واحده، لكن غالبا بيجي لها الدوره كل شهرين ونص او ثلاث شهور اللي بنسميها اوليجو مينوريا. فبقول لها شورت بيريود في امينوريا عشان الدكتور ما يزعلش مننا. طيب فولود باي ليه امينوريا ليه كمان؟ ليه ما بيجيلهاش دوره ليه؟ القانون بتاعنا طول ما في هرمونز طول ما فيش دوره. وقف هرمونز تنزل الدوره.
قلل الهرمونز تنزل الدوره. يعني لو انت ماشي على سي او سي، ما احنا على فكره ده اللي هو بنسميها دكاتره منسترال مانيبيوليشن، اللي بنعمله اثناء الـ الـ الحج والعمره. معايا في مين؟ مش عايز يجي لها حج، مش عايز يجي لها في اثناء الحج ولا اثناء العمره، مش عايز يجي لها بليدنج. بعمل ايه؟ بديها هرمونز، ولما ترجع توقفها تنزل لها الدوره. معايا واخدين بالك؟ بديها بروجسترون عشان الناس بيكونوا كبار شويه، او ممكن اديها سي او سي تمشي عليه. طول ما ماشي عليه طول ما فيش دوره، توقف ينزل لها دوره. فنفس القصه، ليه عندها امينوريلي؟ عشان الاس بتاعها على طول عالي باستمرار، عندها زي الاي بي سي او عالي باستمرار. لكن على فكره برضو لما يبقى عالي، تعرفين الاس ده بيجي منين؟ بيجي من اللي هو في البي سي او، من الاندروجين. اللي جاي منين؟ جاي من الفوليكلز. فهو دكاتره بعض الفوليكل هتموت عمرها كده، كل شهرين ونص ثلاث شهور كده تلاقي شويه فوليكل ماتوا. لما فوليكل يموتوا الاندروج هيقل شويه، ولما يقل شويه يقل الاستروجين شويه، فيحصل لها بليدنج. ليه بيحصل بليدنج؟ ليه؟ عشان بيحصل ترانزيانت دروب ان استروجين ليفل، ما سحبتهوش ولكن قل سنه كده. يعني هو الليفل كان عالي كده، راح قل شويه كده، وراح رجع يزيد مره ثانيه بعد شويه بقى، عشان الفوليكل طلعت جديده بقى. لما يقل دي بنسميها ايه؟ بنسميها كسره. يعني ايه كسره؟ يعني بريك ثرو بليدنج. بريك ثرو بليدنج يعني ايه؟ بريك ثرو بليدنج يعني كسره، يعني هنا في كسره في مستوى الاستروجين. ليه الاستروجين قل سنه؟ ليه؟ لان يعني الفوليكل ماتت، فالاندروجين قل، فالاستروجين قل، فعمل كسر مستوى الليفل، عمل كسر في مستوى الاستروجين ليفل. لما حصل الكسره دي دكاتره كده حصل بليدنج، بعد كده يطلع فوليكل جديده ويطلع اندروجين تاني ويطلع استروجين تاني، فالبليدنج يقف وتعمل عندها امينوريا. شويه فوليكل تموت دم، تطلع فوليكل مكانهم معايا دكاتره امينوريا فوليكل، وهكذا. ما هو كله شغال كده طول عمرها كده، فوليكل ما بتكملش الاوفيليشن، تطلع شويه فوليكل تطلع هرمونز تعملها امينوريا، بعد كده يموتوا، بعد كده تعمل لها شويه استروجين تطلع لهم فوليكل تاني، وهكذا. يبقى ليه دكاتره عندها امينوريا؟ ليه؟ بريزيستنت هاي استروجين. طب ليه عندها بليدنج؟ ليه؟ عشان ترانزيان دروب، ترانزيان دي بنسميها بريك ثرو اوف استروجين ليفل. طب ليه عندها ليه شورت بيريد؟ لانها اكشوالي اوليجومينوريا. طب ليه برولونجد؟ ليه؟ عشان جاي من هايبر بلاستيك اندوميترا. طب ليه بينلس؟ ليه؟ عشان انوفيلر بليدنج. حد اي سؤال؟ طيب نيجي بقى كده بقى على النوع الثاني اللي غير متبثه هيموراجيكا. النوع الثاني اللي بنسميه حد ليه سؤال؟ قولوا انت عايزين. في نوع تاني اسمه ثريشولد بليدنج. يعني ايه كده ثريشولد بقى؟ ده بتاعكم انتوا الايام دي يا شباب، ايام دي عين لا بتذاكروا ولا بتلعبوا، ايام دي ثريشولد، شغالين على الثريشولد. ازاي؟ زي الاوفري كده اللي بنسميها دكاتره ايام بقى دكتور اسامه بقى ما كان يقول لك رش ايه؟ ما يبلش. ايه رش ما يبلش دوت؟ بص يا جماعه الاوفري ده تمام، يشتغل شويه ورايح شويه، يشتغل شويه ورايح شويه. على فكره هنا في ليفل اوف استروجين ده 50 الى 60 بيكو جرام برميل. تلاقي الاستروجين دوت الاوفري يشتغل شويه ها؟ بعد كده يريح، بعد كده يشتغل شويه، بعد كده يريح، بعد كده يشتغل شويه، بعد كده يريح، وهكذا. شغال كده زي اللي بيذاكر سنه كده ورقه ويروح يتفرج على التلفزيون بقى. باسم يوسف امبارح مثلا ايه ساعه يذاكر مثلا ورقه، وبعد كده يتفرج بقى على التلفزيون بس يقعد ايه ساعتين يلعب ساعتين، يعني تعبان بقى مرهق بقى. فالاوفر العين لسه كده ايه بيسخن، هيبدا السايكلز او هيفنش. ايه اللي بيحصل؟ يشتغل شويه ورايح شويه، يشتغل شويه ورايح شويه، يشتغل شويه ورايح شويه. معايا دكاتره؟ فدي بنسميها دكاتره دي بنسميها ثريشولد بليدنج. ليه اسمه ثريشولد بليدنج؟ ليه؟ ان الاوفر ده بيطلع هرمون يا دوبك اعلى من الثريشولد حاجه بسيطه، وبعد كده ينزل تحتها. كل ما يطلع فوق الثريشولد ده الليفل ده اللي بيبني اندوميتريوم، يبني اندوميتريوم ويوقعه، يبني ويوقع، يبني ويوقع، يبني ويوقع. بص جمله شيك قوي، ده في جمله تحفه على القصه. يقول لك ايه؟ الاوفر ده بيطلع استروجين. بص الجمله، بص تكتب الجمله تحفه والله، جمله جميله جدا. sufficient to proliferate endometrium but not to maintain it. يعني يطلع endometrium ويوقعه بعد شويه. امتى يا جماعه ثريشولد بليدنج؟ فمين ده دوت امتى بيحصل الكلام ده؟ امتى ده كانت الثريشولد؟ امتى؟ في البنت اللي داخله في الدوره جديد، او في الست الايه اللي على وشك المينوبوز، يعني بيري مينوركال وبيري مينوبوزال الثريشولد بليدنج. فهمت يا جماعه القصه؟ فهمت يا جماعه الديسفانكشنال؟ عيد حاجه فيها يا جماعه، عيد حاجه بجد، عيد حاجه. طب نخش على تريتمنت اوف ديسفانكشنال بليدنج. ايه بقى علاجه بقى يا شباب؟ بص علاجه ايه بقى؟ علاجه كالاتي. تريت ديسفانكشنال بليدنج كالاتي يا شباب. بص بقى ده ماشي، بس نخلص الاول الديسفانكشنال بليدنج عشان خلاص البليدنج. بس خلي بالك يا جماعه عشان خاطر لسه عندنا الاندوميتريوز والادينومايوز،
تمام، ولسه عندكم محاضرات بعد كده الايه؟ الجراحه. فهناخد بريك قصير ماشي، عشان لان انا مش همشي غير لما اخلص يعني. ما الناس اللي عندهم دكتور هاني او دكتور مطري ماليش دعوه، لازم اخلص الانتروزو الايه والادنمايوس معايا. فانتوا عايزين بريك زي ما انتوا عايزين، مش بقى انا عايز انا كمان بريك والله. بس انا مشكله بدوس على نفسي ليه؟ على فكره انا جاي الصبحيه، كان عندي صبحيه مناقشات رسائل معايا في الكليه، وقعد من الساعه 8 الصبحيه في الكليه، فانا جاي لكم وبشتغل معاكم وداس على نفسي، ما خدتش بريك عشان خاطر انتوا ما تاخروش. ده كان بالنسبه لي نفسي اخد بريك جدا جدا اكتر منكم كمان، لان انا عمال اتكلم انت قاعد بس بتسمع، والكلام ده كلام مش جديد عليك. فوقت ما تعوزوا بريك مفيش مشكله، اديكم بريك زي ما انتوا عايزين، وقت ما تحبوا ترجعوا زي ما انتوا عايزين برضه، بس ما عادش يقول لي بعد كده نمشي قبل ما نخلص الادن مايوس واندمتريوس. بصوا يا جماعه، نيجي يا دكاتره بقى على مين؟ نيجي يا دكاتره على، نيجي يا شباب، نيجي يا شباب على علاج البليدنج بقى. بصوا يا كابتن، علاج الديسفانكشنال بليدنج ده ليه ستيبس مهمه جدا، علشان الكيسز بقى لما تجي لنا الكيسز اوعى تنسى بقى التنظيم ده والترتيب ده. هو بيمشي كده حتى في العياده، خلي بالكم في العيادات بيمشي كده. اول حاجه يا دكاتره، اول حاجه عندنا جنرال ميجرز. يعني ايه يا دكاتره جنرال؟ يعني بيدرس عيب بتنزف تنام وترتاح شويه، بيدرس ونديها يا جماعه للتنزف دي، اديها ايه؟ فيتامينز. واديها ايه؟ اديها مينرالز، اديها حديد وفيتامين بي والكلام ده كله، صح ولا مش صح؟ يبقى هنا يا دكاتره خلايا الفيميل دي، وتاخد غذاء، تاكل كويس وتغذى كويس برضو. ولو هي عندها انيميا اديها ايه كمان؟ اديها دم، بلاد ترانسفيوجن. برافو عليكم. يبقى الجنرال ده عباره عن ايه كده؟ كلام كده بس مهم، مهم والله، لازم يتكتب ولازم الترتيب دوت. ومش هقول لكم بقى في الاورال عشان ليها عادات اورال، بس اقول لك ده كان الكلام ده كان قد ايه مهم في الاورال، وقد ايه بيفرق في اللجنه جدا لما تقول اول حاجه جنرال في الاول. وكلام فارغ، بيد ريست وجود دايت وفيتامينز ومينرالز معايا، وبلاد ترانسفيوجن لو عندها سيفير بليدنج. نيجي بقى كده على الميديكال بقى. الميديكال دكاتره، الميديكال. بصوا يا جماعه، عماله زي الحنفيه. فكرنا زي الحنفيه اللي خيوطها ده بيخر، زي الحنفيه اللي بتخر بالظبط بالمنظر ده. الحنفيه بتخر ليه يا شباب؟ اول حاجه ممكن يكون ضغط الميه عنيف على الحنفيه. الحنفيه ضعيفه، ضغط الميه عنيف. زي مين كده يا شباب كده مثلا؟ زي الناس اللي عندهم انكريز فازو دايليتور بروستاجلاندنز. اهي فازو دايليتور بروستاجلاندنز، ضغط الميه عالي على ايه؟ على الحنفيه. او ممكن الجلده سايبه اللي هي بنسميها كلوت، الكلوت ضعيفه، كلوت بتاعتها ضعيفه مش عارف تقفل الدم دوت. او ممكن البلاد فيس بتاعتها ضعيفه، الحنفيه مصديه يعني، يبقى عندها مشكله في الكابيلاريز معايا. يبقى انا عندي هنا كده، خلي بالكم انا عندي يا شباب هوت ليه الحنفيه تنقط ليه؟ يا الحنفيه مصديه، يا المحبس سايب مفوت، يا اما الميه ضغطها عالي قوي. زي واحد بتنزف ليه؟ يا الباز دايت بروستاجلاندين عاليه، يا الكلوت ضعيفه، يا الكابيلاريز ضعيفه. نقوي ازاي الكابيلاريز بقى؟ في دوايين مهمين قوي في الصيدليه، واحد ازرق واحد احمر، اسمه دايسمين وايسام سايليت. ايسام سايليت معايا يا دكاتره. الدايسمين ده اللي بنسميه في الصيدليه اسمه دافلون، الدايسمين. ايسام سايليت بس انا مش عايز اسماء دافلون دايسينون، ايسام سايليت ده الدايسينون، مش عايز اسماء التجاريه دي في الامتحان ولا في الاورال. اوعى تقول اقول لك ده في الصيدليه يا ابني ولا ايه؟ معايا تقول لي الاسماء العلميه، دايسمين وايسام سايليت. نقاوي الكلوت ازاي؟ حاجه اسمها دكاتره سايكلوكابن، ده اسم ليه؟ او اسمه بقى ترانكسيميك اسيد. ده عباره عن بيقوي الكلوت، ترانكسيميك اسيد اللي هو كابرون او سايل كابرون. برافو عليك، كابرون او سايل كابرون. ماشي، لو انت بقى مش فاكرهم اكتب الاسماء التجاريه وخلص، مش مشكله. لو انت مش فاكر خالص، واخدين دايسمين اسام سايليت دافرون دايسينون سايل كابرون او كابرون ترانكسيميك اسيد، وادي انتي بروستاجلاندنز، انتي بروستاجلاندنز نون سايد، احلى دواء اسمه ميفانيميك اسيد، احلى واحد فيهم كلهم ميفانيميك اسيد. يا مره ثانيه يا شباب، الميديكال بعد كده بجرب كده نون سترويدال، بقوي بلاد كلوت ترانكسيميك اسيد، نقوي الكابيلاريز بالدافلون دايسينون. طيب نيجي بقى كده على الهرمونز بقى يا شباب. الهرمونز بقى حاجه من اتنين، يعوض يحول الفيميل الى صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. يبقى الهرمونز كانت حاجه من اتنين، يا يعني نعوض الهرمونز الناقصه دي اللي عامله بليدنج، يا اما نحول الفيميل الى صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. يلا يا جماعه، عايز حد يقول لي لو تيال فيز ديفكت لما عندها نقص بروجسترون ممكن اديها ايه؟ بروجسترون، بديها زي الكوربس لوتيام، زي الكوربس كده من يوم ال 14 معايا دكاتره لليوم ال 25. خلاص يا دكاتره؟
تمام زي الكربس بالظبط. طب مين يقول لي برضو ممكن اعوض هرمونز بقى يعني دي بروجسترون ده حل؟ او ممكن الغي الاوفري والغي الكوربس لوتيم كله وامشي بقى ارتفيشال؟ مين الدواء اللي ممكن يمشي عليه ارتفيشال وانا اديها طول ما ماشي الدنيا متظبطه؟ بالذات الناس اللي هم مين؟ الناس مثلا عندهم دكاتره مثلا الاوفيلر وعايزين يوقفوا الحمل، عايزين يمنعوا حمل، او بي سي او عايز تمنع حمل. مين يا دكاتره؟ سي او سي. معايا سي او سي ده جميل جدا، زي الجينيرا، زي الياسمين، زي المارفلون، الحاجات دي كلها. معايا دي تحول فيميل بقى الى ارتفيشال سايكل. انا هدي هرمونز تمام، اوقف الهرمونز تنزل لها دوره. هو بيبقى العلبه عباره عن 21 قرص على 3 اسابيع، تريح اسبوع في النص تنزل الدوره وهكذا. طيب مين يقول لي بقى احول زي الفيميل؟ لا صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. جين ريتش. او مين دواء تاني كمان هناخده مع الانوميتريوز اسمه دانازول. دانازول ده عباره عن ايه؟ عباره عن اندروجين. دانازول برضه. دانازول او جيست او جين ريتش. برافو عليك. دانازول او جين ريتش. طبعا دكاتره بقى السيرجري ممكن نعمل دي اند سي عشان هو دايجنوستيك لو في اي مشكله عندها، او ممكن اعمل دي اند سي شلت الانوميتر ده اللي بايظ ده كله معايا دكاتره وظبطت الهرمونز من بره، يطلع بقى النيميترم حلو بعد كده. يعني قد يكون كمان ليها ثيرابيوتيك افكت، دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك. طب دكاتره واحده عجوزه قوي، ست كبيره قوي، نعمل لها ايه؟ ست عجوزه قوي نعمل لها ايه؟ نعمل لها هيستركتومي ونخلص الليله. طب لو واحده عجوزه قوي بس انفيت فور سيرجري، يعني ايه انفيت؟ يعني جدع ما اقدرش دكاتره اعمل لها ايه يا دكاتره؟ عمليه ما اقدرش اعمل لها هيستركتومي، اعمل لها ايه بقى؟ اندوميتريال ايه؟ يحرقوا يا احلقوا، يحرقوا اسمها اندوميتريال ايه؟ ابليش. يحلقوا اسمها اندوميتريال ايه؟ ريسكشن. يعني احلقوا يعني احرقوا، يعني احلقوا يا دكاتره ريسكشن، يا اما نحرقوا بيه مع دكاتره اندوميتريال ابليش. طبعا هسالك سؤال مهم قوي، لو جات لك يا دكاتره بنت لسه مولوده بقى لها اسبوع من عمرها عندها بليدنج، بقى لها اسبوع واحد عندها بليدنج، تفكر في ايه؟ جدع افكر ويزدرول. بس ده اسمها ليها اسم، بيرث كرايسس. برافو، بيرث كرايسس. بنت بقى لها اسبوع من يومين لسبعة ايام بعد ما اتولد عندها بليدنج، فكر في بيرث كرايسس. ولا على فكره ولا في اي مشكله، دي القصه كلها ان هي كانت وهي انترا تراين كان بيجي لها هرمون من مامتها، لما اتولد ما بقاش فيه هرمون جاي لها، فالهرمون خلص في جسمها، نزلت دوره عادي جدا. فدي اول دوره هتجي لها، مش هتجي لها مره ثانيه غير عند البيوبرتي بقى. معايا دي كلها جايه لها هرمونز من مامتها، اسمها بيرث كرايسس، مفيش اي مشكله. طب الحاجه الثانيه يا دكاتره، الحاجه الثانيه بقى، لو جات لك واحده بري مناركل، بري مناركل، بري مناركل، افكر في ايه؟ تروما، زي حصل مع البنت زينه معايا يا دكاتره، مع الله يرحمها بقى كده، معايا دكاتره بين زينه دي بقى كده اللي هي الصغيره دي سيكشوال اسولت، مش منتشر في مصر بس حالات كده نادره كده. معايا دكاتره ايه ممكن تاني؟ ممكن فورين بادي، تحط في مثلا اي حاجه في الفاجينا. اكتر حاجه فورين بادي هو الكلينكس، الست بتنضف بيه بنتها، يخش حاجه صغيره جوه الفاجينا. معايا دكاتره ممكن غير التروما انفكشنز، ممكن تيومرز، زي في ساركوما بتحصل في الاطفال الصغار اسمها ساركوما بيترويدز، مش وين بيترويدز، اسمها ساركوما في الاطفال الصغار عند سن 3 سنين تجيلها ساركوما. ممكن بريكوشس بيوبرتي، بنت زي مثلا واحده اسمها لينا مدينه جالها الدوره عندها 5 سنين. معايا جالها فلينا مدينه، حتى في صوره على الجروب بتاعنا وفي الكتاب مكتوبه عندك ليها صوره كده. انا قصدي قبل ميعاد المنارك فكر في مين؟ فكر في تروما، فكر في انفكشن، فكر في تيومر. معايا كده فكر في بريكوش بيبرتي. طب بري مناركل، بري منبوزل، ايه الموست كومن؟ بري مناركل، بري منبوزل، ايه الموست كومن؟ هو ديسفانكشنال، ديسفانكشنال بليدنج زي ده ثريشولد. لكن اي كوت شغال، قد يكون جنرال، قد يكون لوكال، قد يكون حمل، قد يكون كونتراسبشن، ولكن موست كومن هو مين؟ هو ديسفانكشنال بليدنج. طب دكاتره واحده جايه لك عندها 30 سنه وعندها بليدنج، اول سؤال سالها مدام، مدام هو حضرتك حامل؟ لا يا دكتور مش حامل. طب ايه وسيلتك؟ لو جاي لي واحده during child bearing period between puberty and menopause، رقم واحد بلا منازع conception، رقم اثنين contraception، بس بعد كده كله شغال بقى، ممكن general، ممكن local، ممكن dysfunctional. طب بعد المينوبوز، بعد المينوبوز يا دكاتره ايه الموست كومن؟ اتروفيك. بعد منابوز اتروفيك يا دكاتره، اتروفيك اندومترايتس، يعني ميتا مدام شقق اشف وشقق، اتروفيك اندومترايتس. الموست
ال most common atrophic ال most important وال most dangerous هو ايه بقى؟ هو كانسر اندوميتريوم. كانسر اندوميتريوم بقى خلي بالك الاتروفيك ال most common. الكانسر هو ال most important بس هي اسباب ثانيه زي مين بقى؟ ممكن في واحده منوبوزال جنرال في الواحده منوبوزال لوكال اللي هو اتروفيك والكانسر او اتش ار تي او ممكن عندها بقى من الريكتوم او من البلادر مش واخده بالها المرض اللي جالها كانسر بلادر او كانسر ريكتوم او ستون في بلادر او جالها بايلز عمل لها بليدنج ودي اسباب البوست منوبوزال بليدنج. بوست منوبوزال بليدنج فكر في جنرال اللوكال هو الموست امبورتنت كانسر والموست كومن اتروفيك واتش ار تي وريكتال وبلادر كوزس. ناخد خمس دقايق راحه دكاتره ونرجع نكمل بعد كده اندوميتريوزس وادنوميوز بس ما نتاخرش بقى.